الحياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين متابعين الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد وعدد جديد وأمسية مباركة إن شاء الله تجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي فاستبقوا الخيرات، سائلين الله تعالى في هذه الحلقة التوفيق والتيسير والتسهيل والهدى والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ساعة لتنفيش الكرب وتفريج الهموم بحول الله وقوته. باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام معنا في البلاطو. يحضر معنا الإمام الأستاذ عبد الحليم قناز من ولاية بوليد، أهلا وسهلا بكم أنتم كذلك. ومعنا الأستاذ وراري غرطة عضو مجلس الإدارة بمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية، فأهلا وسهلا سيدي الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا. ويحضر معنا مستشار البرنامج الدكتور موسى قوادر، حياك الله دكتور موسى. السلام طيبة. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالضيوف وبالمشاهدين في هذه الحصة المباركة. ومعنا الضيف وحيد جحو، أهلا وسهلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة، ربي يحفظكم إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والتسليم في وصية نبوية شريفة: كل معروف صدقة. وقد حث الدين الحنيف والشرع المنيف على حسن معاملة الناس والبشاشة في وجوههم، وبين أيدينا هذه الوصية النبوية في بذل المعروف، ليس من صدقة الأموال فحسب، بل من صدقة الأفعال والأعمال الصالحة. أستاذنا الحليم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نتكلم عن الأعمال الصالحة، كما قلت ليس مال فقط، ولهذا إذا تصفحنا كتاب الله سبحانه وتعالى نلقى أن الله عز وجل قبل أن العمل الصالح بالإيمان 75 مرة، لهذا ربي عز وجل يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال سبحانه وتعالى: ومن ياته مؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى من الخسران أهل الصلاح وأهل الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، ثم قال: وإن من المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. وذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عد لنا الأفعال الصالحة، ولهذا قال سيدنا أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال لكل مسلم في كل يوم عليه صدقة. الصحابة تعجبوا، قال: ومن يطيق كل يوم صدقة يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسليمك على أخيك صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وأن تدله على الطريق أو هدايته للطريق صدقة، وكل معروف صدقة. ولهذا احنا أمة الصالحات، أمة قال ربي عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لعل في غير القرآن تفيد الترجي، في القرآن تفيد التوكيد، ولهذا من أسباب الفلاح والنجاح الأعمال الصالحة. ولهذا لما نتكلم عن الأعمال الصالحة، ورد أن كان رجلا في بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، هذا الرجل كان فقيرا فقرا مدقعا، فذهب إلى موسى بن عمران عليه السلام فقال له: يا موسى، ادعو الله عز وجل إما أن يغنيني وإما أن يميتني. فقال موسى بن عمران: يا هذا اصبر واحتسب، فإن الأجر على قدر المشقة.
قال لا طاقة لي بالصبر. فدعا موسى بن عمران عليه السلام سيدنا موسى دعا ربه فقال الله عز وجل لموسى أخبر صاحبك أني سوف أغنيه عاما، قل له باللي حرفه عام. فقبل الرجل فصار المال يأتي لهذا الرجل من كل حدب وصوب. فتدخلت الزوجة الصالحة والزوجة المؤمنة، قالت له ألا أشور عليك؟ قال قولي. قالت له نذهب إلى قارعة الطريق ونضع خيمة ونضع لها 7 أبواب، باب الفقراء وباب الأيتام وباب المريض وباب المحتاج. قال نعم الرأي. فلما انتهى العام الرجل زاد في ماله، الله عز وجل قد وعده أنه سوف يغنيه عاما، ومن أصدق من الله قيلا. فلما مر عليه موسى بن عمران عليه السلام وجد أن الرجل زاد في ثرائه، تعجب موسى عليه السلام. قال يا ربي قد وعدتني أنك سوف تغنيه عاما، قد انقضى العام والرجل زاد في ثرائه وزاد في غناه. فقال الله عز وجل يا موسى أيكون العبد أكرم من سيده؟ فتحت له بابا ففتح 7 أبواب. ولهذا احنا أمة العمل الصالح، ليس لا, لا, لا يمكن أن يكون نقول أن الإنفاق يكون مالا فقط، يكون الإنفاق بأشياء أخرى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في عليه الصلاة والسلام قال في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. صحابة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني. يتعجب العبد يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول له أما علمت أن عبد فلان قد مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام لما أصبح وسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من صلى اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمعنا في مسلم إلا أدخلناه الجنة. ولهذا محتاجين أنه كل مسلم أنه يأخذ من إن شاء الله تعالى من كل زهرة رحيقا. ولهذا أعمال الصالحة كثيرة، احنا أمة العمل الصالح. ولهذا رب عز وجل قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الحديث حديث جابر قال ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن امرأة بغية دخلت الجنة سقت كلبا فدخلت به الجنة، فكيف بمن يحيي نفوسا وكيف بمن يكون سببا في مساعدة أيتام أو أرامل؟ فكيف بمن بمعنى يكون سببا في رد بصر إنسان أو في إعانة إنسان أو يتيم أو فقير؟ لهذا الله عز وجل أمرنا بالعمل الصالح في 75 مرة في القرآن الكريم، وقرن الإيمان بالعمل الصالح 75 مرة في القرآن الكريم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا فضيلة الإمام عبد الحليم. إذا نذكر دائما بالحملات التي يطلقها البرنامج، برنامج استبق الخيرات، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، إذا مع جمعية كافل اليتيم الوطنية ومع جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بعين طاية، حملة إطعام الطعام كافل اليتيم الوطنية إن شاء الله في حملتها هذا الموسم 120,000 قفة عبر الوطن. أما كافل اليتيم لدار السلام بعين طاية فأطلقت 1500 قفة إن شاء الله. الأرقام الجارية والحسابات الجارية للجمعية تظهر أدنى الشاشة للمساهمة والمشاركة إن شاء الله في إطعام الطعام في سقيا الصائمين وتفطير الصائمين وما أعده الله من الثواب والنوال لمن فطر صائما أن ينال مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا
كما أخبر ووعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا مع حملة البركة حملة الوعد المفعول يستمر العدوان الغاشم في يومه 36 على قطاع غزة على أبناء غزة، ويستمر معه صمود هذا الشعب وأبناء هذا الشعب. الأرقام ارتفعت كثيرا، قاربت 70,000 شهيد، 30,000 شهيد و70,000 جريح دكتور موسى قوادر في آخر الإحصائيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة وصلنا إلى عدوان لمدة 4 شهور ونصف، 136 يوم، يعني يدخل الشهر الخامس، يعادل 4 شهور ونصف من القصف العنيف ومن القصف المستمر ومن التدمير. هذا يعني ما تكون له إلا عواقب وخيمة بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة لسكان غزة بالخصوص. الوضعية تزداد سوءا كل يوم، لأن أولا كما سبقني وقلت أن القصف مستمر، ثانيا سياسة التجويع راهي يعني تزيد يوم بعد يوم. الناس في غزة مقطوعين، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا 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 إيواء. ولهذا من جمعية يعني شجاعة جمعية البركة الجزائرية اللي حطت الرحال تاعها في غزة بعد، وجمعية البركة متواجدة في كل الوطن الجزائري في كل الولايات، عندهم مكاتب لجمع التبرعات، سواء تبرعات يعني المواد الغذائية ولا الأدوية اللي راحين يلحقوها لخوتنا في غزة. وحنا بدورنا من بداية الغزو وحنا ندعم هذه الجمعية، هذه جمعية البركة، ونحث كل الجزائريين في كل ربوع الوطن، بما أن المكاتب موجودة في كل 58 ولاية، الاتصال بهذه الولايات للتبرع لهذا الإخوة هذو اللي راهم مضطهدين في 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 وطنهم. وفي الصور يعني راهي تلحقنا كل يوم، ما كانش فرق بين الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، وإبادة جماعية. والشيء اللي أكثر من الإبادة ثاني، على خاطر الإبادة كي يكون قصف السيد هومات، ولكن سياسة التجويع اللي راهم دايرينها هو الموت البطيء، والموت البطيء يكون يعني يكون عنده على الإنسان أثر كبير، سواء من جانب العطش ولا من جانب الجوع ولا من جانب، على خاطر كانت الأحوال الجوية ما كانتش مليحة، وهو حفات عورات، الأمراض منتشرة، يعني حالة ما يقدرش بنادم يتكلم عليها بدون يعني ما يحس القلب نتاعو يتزير. ولهذا كما في كل حصار نديرو نحثوا إخواننا باش يوقفوا مع هذه الجمعية هذه الشجاعة اللي نعاودها اللي راهي متواجدة في غزة لجمع التبرعات. وعندهم حتى بعض الافراد نتاع الجمعيه اللي راهم متواجدين ثما، وعندهم مراكز ويعملوا مع الاخوه الغزاويين، ونشاط كبير على كل حال اللي يستهل الدعم من الجزائريين. لحقونا رسالات من النساء الفلسطينيات الى النساء الجزائريات اللي ثبتوا اثناء الثوره وجودهم وصمودهم، اللي يعني يعني وصل اعجب الناس كامل. ولهذا النساء الفلسطينيات راهي يعني تطلب من النساء الجزائريات الوقوف معها والإعانة، وكل ما يدير إنسان عمل خيري كما تفضل الشيخ، العمل الخيري متفرق وواسع، دونك كل إنسان وش يقدر يدير يعاون هذا الناس هذو، ومشكورين إن شاء الله. وشكر لإخواننا في جمعية البركة القائمين على هذه الحملة، حملة الوعد المفعول. إذن للمساهمة والتبرع لجمعية البركة الأرقام ها هي ذات تظهر أدنى الشاشة،
لإيصال هذه المساعدات لإخواننا بقطاع غزة، وهي تصل بشكل يومي كما تعرضه جمعية البركة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الوسائط. إذن يحضر معنا كذلك الأستاذ أوراري غرطن، رحب بك مرة أخرى، عضو مجلس الإدارة بمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية. أهلا وسهلا سيدي الكريم. أهلا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة. طيب، مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية لها من النشاطات اللي تعودت عليها في السنوات الماضية، وكذلك لها برنامج إن شاء الله مسطر خلال شهر رمضان الكريم. نتعرف على هذا البرنامج معكم أستاذ غرطة. بارك الله فيك أستاذ الاستضافة الكريمة. كعادتها مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية يعني حاضرة دائما في الميدان. عندنا مجموعة من النشاطات نقوم بها على مستوى يعني الجزائر طيلة الموسم. طبعا يعني نشاطات نوعية تقوم بها عدة لجان، سواء من الناحية الصحية ولا التربية والتعليم، أو من ناحية يعني المشاريع الأخرى. شهر رمضان الكريم سطرت المؤسسة عدة برامج إن شاء الله راح تقوم بها في طبعات سابقة، الآن نحاولوا أنه إن شاء الله تكون أحسن من سابقها. إن شاء الله. المشروع الأول هو مشروع إفطار ذوي الهمم. هذا مشروع يعني رائع، ويعني فيه واحد الأثر، واحد اللمسة ما شاء الله تعودنا عليه يعني في سنوات سابقة، وهذا السنة كذلك راح إن شاء الله يكون. هو عبارة عن إفطار خاص بذوي الهمم. هو عندنا مجموعة من الإخوة مسجلين عندنا دايرين معنا عدة نشاطات، سواء على مستوى أكاديمي ذوي الهمم أو على مستوى يعني البرامج التعليمية اللي راهم يتلقاوها. وفي نهاية يعني رمضان نقوموا بإفطار على شرفهم، ويكون فيه تكريمات وتحفيزات إن شاء الله حتى يعني يواصلوا المسار تاعهم والمشوار تاعهم كما يعني عودونا طيلة الموسم. عندنا كذلك مشروع دار المتحدة لرعاية مرضى السرطان، هذا المولود الجديد اللي راح إن شاء الله يكون معانا في هذا رمضان. دار المتحدة كما يعرفوها المتابعين تاعنا هي دار خاصة تستقبل مرضى السرطان من خارج الولاية، فان شاء الله في هذا الشهر الكريم راح نخصوا لهم برنامج خاص يعني افطار ويعني ونشاطات يعني حتى يحسوا بهذاك الدفء العائلي، ما يكونش عندهم يعني نقولوا على الاقل تخفيف على المعاناه تاعهم. فان شاء الله راح يكون في برنامج يخصهم باذن الله طيله شهر رمضان الكريم. دار تستقبل من 20 الى 30 شخص يوميا، تقوم على رعايتهم وإيواءهم وإطعامهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نديروا لهم برنامج يناسبهم في هذا الشهر الكريم ويعوضهم شوية على السفر تاعهم على العائلة تتاوحهم بإذن الله. المشروع الآخر الأعداد تاعهم أستاذ بين 20 إلى 30. نعم. يومياً يعني يومياً يختلف. بالنسبة لذوي الهمم، ذوي الهمم والله السنوات الماضية كانت الطبعة الأولى درنا فيها 300. نعم. الطبعة الثانية كان فيها 400. الطبعة الأخيرة كان المشكل تاع الكوفيد، نسأل الله إن شاء الله ربي يتجاوز علينا هذوك الأيام، فكان العدد أقل من 100. لكن هذا السنة إن شاء الله راح يكون يرجع العدد الأول بإذن الله بين 300 إلى 400 شخص. أماكن الإفطار إن شاء الله وين؟ هي عادة في القاعات الكبرى حسب هذا السنة إن شاء الله راح تكون في قاعة كبيرة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تكونوا معنا في إن شاء الله الإفطار إن شاء الله. ولمنا بإذن الله شرف لنا أن نحضر إفطار إخواننا ذوي الهمم. طيب المشروع الثالث أستاذ غرطة؟ الثالث كذلك كان فيه طابعات سابقة، هو مشروع لبسة. نعم. هذه كسوة خاصة بالعيد. نعم. هو مشروع خاص بالعيد لكن بطبعة يعني مميزة شوية. فالعام الماضي كانت لنا تجربة رائعة جدا، هو السوق الخيري، وكان يعني في قصر المعارض، اخترنا مكان واسع ومغلق.
وكل حال طبعا العام اللي فات كانت ابداع. ربي يحفظك دكتور. عجبنا بزاف وحبينا نعاودوه السنه معكم ان شاء الله. حضر معنا كانوا معنا كنت حاضر فيها. لا حضرنا معهم بكل حال ربما نقطع له الكلام نعم. ولكن نعاود نلخص واش قال. الأكاديمية هذه اللي خدمنا معها احنا اولا الخدمه الاولى اللي خدمناها كنا اطعام المشردين في الليل نعم ودرنا معهم خرجات في الليل و كان اطعام الطعام في رمضان وقفه العيد ثاني كانوا داروها شاركنا معهم وشاركوا معنا في حمله الشتاء دافيه والابداع اللي عجبنا اللي كنا نتكلموا عليه هو العمليه اللي درناها في كسوه العيد ونهار اللي ليموا كل يعني الالبسه والاحذيه وكذلك درك يشرحها لنا سي غرطه قاعات كبيره في الافوار في قصر المعارض وحطوها كما شغل ان سوبر مارشي ويروحوا الايتام يشوف شغل رايح يشري ما راحش يدي الصدقه يخير اللبسه نتاعو يخير اللون يخير لاطاي نتاعو ويخرج يعني محافظين على الكرامه نتاعو يتكلمنا عليها اخويا ما صحيح يعني شي رايح بارك الله نعم كما قال الدكتور كانت تجربه رائعه جدا فسمحت لنا انه نحفظوا الكثير يعني من الكرامة تاع المحتاج والفقير وعبارة عن سوق خيري يعني يدخل حتى يعني كاين أطفال ما على بالهمش باللي راهم جايين إلى مؤسسة خيرية ولا جمعية وإنما جايين يشروا يعني سوق عادي فكنا مدينا قسائم يجيوا الأولياء يسلموا لنا فقط القسيمة ويدخل مباشرة فكان العرض على شكل يعني محل تجاري كبير عرض الألبسة يعني بطريقة رائعة جدا ومنظمة فكان البنات وحدهم دراري وحدهم ليفيستير وين يبدلوا حوايجهم يعني ويقيسوا وكذا فكانت يعني تجربة رائعة جدا وإن شاء الله مدى بينا نكررها هذا العام بأكثر يعني أكثر احترافية إن شاء الله كنا خدمنا أكثر من 3500 لبسة موزعة على عدة ولايات في الوطن خدمنا هنا في الجزائر العاصمة حوالي 1500 خدمنا كذلك 1500 يعني خارج العاصمة وكذلك كان فيه شق خاص بمرضى السرطان هو يعني تزويد الأطفال على مستوى يعني المصالح الاستشفائية هنا في الجزائر العاصمة كل المصالح مشينا عليهم وقيدنا يعني الأطفال من محاربي السرطان واستفادوا كذلك من اللباس وكانت يعني ما شاء الله هذا السنة فيها إضافة إن شاء الله رانا نخدموا عليها وإن شاء الله نقولها لكم اليوم إن شاء الله على المباشر هي أنه راح يكون فيها شق آخر هو فرحة في أرض الرباط أرض غزة العزة إن شاء الله تعالى هذه السنة إن شاء الله راح يكون لنا حظ في رسم ابتسامات أخرى للأطفال وهذا يعني حتى أطفال وأيتام غزة لهم نصيب بارك الله فيك بارك الله فيك هذه هي الإضافة اللي راح نديروها هذه السنة هي أنه لبسة العيد راح تكون هنا في الجزائر في الولايات في المستشفيات وكذلك في غزة إن شاء الله حتى تكون الفرحة فرحة الجميع بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله كل توفيق لكم فيكم إن شاء الله فيما تقومون به وتسعون إليه إن شاء الله أمين يا رب أمين. إذن أرقام مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية تظهر لكم مشاهدينا متابعينا الكرام للمساهمة في المشاريع التي حدثنا عنها الأستاذ يوراري غرطة عن كسوة العيد إن شاء الله والتي سيكون لأطفال وأبناء غزة لها نصيب إفطار ذوي الهمم إن شاء الله هذا المشروع الثاني وأيضا رعاية مرضى السرطان طيب خارج رمضان أستاذ غرطة
والله هي المشاريع موزعة فيها عدة مشاريع. نعم. بالنسبة للمشروع اللي قلنا عليه هو مشروع دار المتحدة لرعاية مرضى السرطان، مشروع سيارة الإسعاف الخيرية اللي راهي تمشي يوميا يعني على وتجوب يعني كامل القطر الوطني خدمة لمحاربي السرطان. فيها عندنا مشروع استرزاق اللي راهو يمشي ومشروع رائع جدا، شعاره نقل من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج. المشروع يعني ما شاء الله هو عبارة عن تمكين الشباب و يعني نمكنوهم سواء من ناحية يعني متابعة المشاريع تاعهم وكذا، والاستفادة من قروض يعني عن طريق بنك اشتغلنا معه سواء عن مستوى لجنة التربية والتعليم. المشاريع ما شاء الله راهي تمشي، مشروع قدوة، مشروع وثبة، مشروع قدوة هو عبارة عن تكوين الأساتذة، يعني نراعي فيه الجانب موش الأكاديمي لكن نعم. الجانب تكوين الأستاذ يعني من جانب المعاملات ومعاملة الأطفال خاصة. مشروع وثبة هو مخصص للشباب اللي خرجوا من المدرسة وما عندهمش يعني ما عندهمش ما توجهوش سواء الحياة العملية أو مراكز التكوين المهني، فنجيبوهم ونحاولوا أنه نعطوهم مهارات يمشيوا بها ونعودوا ندخلوهم يعني في الحياة العادية سواء عن طريق إشراكهم في مراكز التكوين أو في المؤسسات يعني المصغرة اللي نعرفوهم. كل توفيق لكم إن شاء الله. أمين يا رب. الله فيك. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، إلى ركن من الناس. طيب نرحب بوحيد جحو مرة أخرى، أهلا وسهلا سيدي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ترحب بكم من الجنة إن شاء الله وربي يحفظكم. طيب وحيد، عندك معاناة وعندك مرض تعاني منه، حدثنا عن الحالة تاعك. عندي مرض اللي هو عندي القرنية، تشوهت لي بسبب حساسية بداتني هكا في الصغر. نعم. بديت نداوي عليها، ما الطبيب اللي كنت نداوي عنده عطاني واحد اللي قلت ونواظر ماشي نتاعي وهي حساسية. ومن بعد بدلت طبيب واحد آخر عطاني قال لي لازم دير أوبيراسيون. لقيت هكا نسعى، كنت صغير مع الصغر تاعي وقاع نسعى 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 ما كاش ما لقيتش. أيوة. ومن بعد لقيت واحد الطبيب هو اللي عاوني بزاف، قال لي لازم لك زرع قرنية، هذا هو الحل، غراف دو كورني كيراتو كوندي دو زيو. باش تخدم ما تقدرش تخدم، باش تقرا ما تخدم ما تقدرش تقرا، دير ستاج ما تقدرش، صعيبه ولا غير صعيبه الحاله. طيب واش الان شحال تكلفك هذه العمليه على العينين؟ في اثنين العينين للزوج، اليمنى واليسرى. نعم. ما بين 72 مليون للعين الواحده. نعم. 72 مليون لعين الواحدة، يعني كلها يعني في حوالي 150 مليون سنتيم. هذاك هو. طيب نتعرف أكثر على الحالة تاعه معكم دكتور موسى، هذه الحالة المرضية. الأخ وحيد على كل حال عنده مرض يسميه له كيراتوكون. آه. كيراتوكون هذا مرض كما كان يتكلم الولي بان شغل حساسية نتاع العينين، و هذاك الامر تاع الحساسيه راح يضعف القرنيه، القرنيه تولي ضعيفه، تولي رقيقه بزاف، تولي ضعيفه. وبتطور المرض راح تولي اولا تنتفخ، وثانيا تولي كما يقولوا بالفرنسيه ديفورمي، يعني تولي يقع فيها اعوجاج، وهذا ياثر على النظر تاع الانسان. الإنسان يولي الصورة كي يشوفها أولا يشوفها ما راهيش واضحة، يشوفها فلو. ثانيا حتى الصورة تكون مثلا
القلم هذا كيشوفوه هو ما يشوفوش نورمال مستقيم، يشوفو ديفورمي مع وجه هكذا، ولا يعني فلول لدرجه كبيره. المرض في نفسه ما راهوش معروف مليح عالميا، ولكن كان العلاج نتاعو. العلاج هو كما داو الطبيب الاول، ما كانش غلط الطبيب الاول. العلاج يمدوا اولا القطرات يعني دي غوت اللي يديروهم في العينين، وكاينون يديروا الاشعه البنفسجيه لريون الترا فيولي. ومن بعد اذا كان تطور الامر وعادت القرنيه فيها اعوجاج وانتفاخ، الانسان هما بعد يولي تقريبا النظر نتاعو يولي ما يقدرش كما كان يقول، ما يقدرش يشوف حوايج مليح باش يقرا ولا باش يشوف بركة ببري هكذا. وفي هذه الحاله هذه يستلزم من بعد اذا كان العلاج الطبي الاولي ما دارش المفعول نتاعو، يستلزم دير عمليه. ولحد الان العمليه الوحيده اللي تقدر تندار هو زرع قرنيه، على خاطر القرنيه ما بقاتش صالحة. يديروا له زرع قرنية جديدة اللي يعاود يعني بعد يدير شوية لا ريدوكاسيون، يعاود يعني يستغل النظر نتاعو كما لازم الحال، والحدة نتاع النظر نتاعو. القرنية راهي جاية في المقدمة تاع العين، وهي اللي تدير الاسباب نتاع الاشياء هذو. ففي اول الامر كي يكون مريض وكي يكون في اول مرض راح تدير له شغل، كاينين بزاف الاطباء اللي يغلطوا فيها، لان المريض يروح يقول له راني ما نشوفش البعيد، ما نشوفش البعيد دونك نشوف القرب، يسميوها الميوبي. الور تبان شغل الميوبي، وكاين بزاف الناس اللي يداويو على لاميوبي، يديروا لهم نظارات كيما دار هذا لاميوبي، لانها تخرج شغل لاميوبي اكزاكتومون، ما فيهاش ناكدها مليح، ما فيهاش خطا طبي، لان الاعراض كيف. ولكن بتطور المرض يظهر باللي كان لاميوبي هذيك وحدها، وكاين الكيراتوكون. هذا الكيراتوكون هو الاعوجاج نتاع القرنيه، كي يبدا الاعوجاج ويبدا الانتفاخ نتاع القرنيه في هذاك الوقت الاستلزام تاع الزرع القرنيه. وبما انه عنده كيراتوكون في عينيه في زوج، دونك لازم له زرع قرنيه في العينين في اثنين. ربي يسرها ان شاء الله. اخي وحيد ان شاء الله تكون سهله ويسيره ان شاء الله. اما المبلغ ان شاء الله فيكون ان شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل اخواننا المحسنين والمحسنات والمساهمين والمساهمات في رفع غبن اخوانهم دائما على الحساب الجاري الظاهر ادنى الشاشه للاخ وحيد للتبرع عليه ان شاء الله من اجل اجراء العمليه اللي هي في حدود 150 مليون سنتيم. وبداتنا محسنه ان شاء الله. نزيد نضيف حاجه واحده. تفضل. يعني مما ياثر على الحاله نتاع الاخ، هو على كل حال راهو صغير في العمر، مازال الدنيا جايه قدامه، لازم ربما يدير 25 سنه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله راح يدير ربما تكوين، راح يقرا ان شاء الله يدير. وهذا الشيء هذا راه يعني مكون له عائق في حياته، ولهذا يعني حتى صغر السن نتاعو هو حافز باش يحفزنا نعاونوه يدير العمليه في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا محسن تبرع 3000 دينار ان شاء الله. ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. العمليه الخيريه ان شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ولد صالح او علم ينتفع به او صدقه جاريه. هذه من الصدقات الجاريه ان شاء الله تعالى، شاء الله. التي لا ينقطع الاجر ان شاء الله تعالى. والقاعده عند العلماء قالوا: ما مات من زرع الخير في الورى. اللي زرع الخير ويدير الخير ويكون مفتاح خير. النبي قال: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. وهذه من ابواب الخير. لهذا قال الشافعي: قال: ما مات من زرع الخير في الورى بل عاش عمرا اخرا تحت الثرى. لربما يحيى من هو تحت الثرى، ويموت من كان يسمع او يرى. ولهذا هذه من الابواب
اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها ودفعنا لها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دفعنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهنا الإيمان يبان، الإيمان هنا يبان. لهذا سيدنا الشافعي كان يقول إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله لينفعك. وإحنا أمة قال فيها لما الله عز وجل يتكلم على ذكر عيل الأول كيف كانوا، قال ويوثبون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا كل إنسان ينفق دينار وكل إنسان يساعد، كما تفضل الدكتور في خوتنا في غزة، كما تفضل خونا يغوطا، ربي يجزيه. كل إنسان يكون مفتاحا للخير إن شاء الله تعالى. نحن نتعامل مع رب كريم قال جل جلاله والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، سبحانه وتعالى. سبحانه عز وجل. بارك الله فيك أستاذ عبد الحليم. معنا اتصال من ولاية غليزان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا محسن غريزان، شكرك على الحصة التي تقدم فيها. الشكر لله تبارك وتعالى، الحمد لله على التوفيق. مرحبا بك أخي، أهلا وسهلا. أنا حد معاون من هذه الحالة الأولى. الأخ وحيد. وحيد ومترحم على أبو الشيخ لينا أبو سالم. الشيخ نبا أبو سالم رحمة الله عليه. ونشكرك على الحصار زيد واصله إن شاء الله. ورمضان كريم. آمين إن شاء الله. تقدر تقولنا إيش حالة تتبرع له إن شاء الله؟ خليها على الله إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تبقى مع كريم إن شاء الله، لينا وليكم، تبقى مع الزملاء إن شاء الله، تتواصل معهم إن شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا أخي الكريم. إذا إن شاء الله نتفائلوا لك خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. في آخر بإذن الله. إن شاء الله. لعل في رمضان هذا إن شاء الله. إن شاء الله. تجمع المبلغ وتدير العملية نتاعك إن شاء الله يا رب. بحول الله وقوته. إذا أدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة الحالة الثانية، ركن من الناس، مع الزميلة نورية مشيش في هذا الفيتيار، ونعود إن شاء الله. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. إعوجاج وكسر في العمود الفقري يحول حياة السيدة نعيمة إلى خطر ويجعلها حبيسة المنزل. أنا بودا نعيمة وعاني من إعوجاج في العمود الفقري ونخرج على الشوكي ونتألم في صمت 2019 وأنا أتألم ولين نروح عندي يقول لي لازم ديري العمليه كحت حبسي. درت لي انا درت سكانر درت كلش كحت حبسي في اي، ونقدر هكذا كيما راني نقدر نحبس في اي وقت. كان في عمري 18 سنه كنت صغيره، طحت على ظهري تنقص ظهري، درت العمليه وعاود فقعت على وقفت على رجليا ونط ناكتيفي وندير الخير ونخدم في الجمعيه وفي الدار نخدم الشغل حاجه نطبحها برجليا على باليش بجلي حصري واش حصرالي واش صرالي دوكا. الكرسي نطبعو طابله نطبعها برجليه، املت روحي بلي خلاص سي بون انا وقفت سي بون ما كان عندي شكل مشكل صغير في رجليا لا غوش. مي قلت الحمد لله راني واقفه نقدر ناكتيفي نقدر نخدم الشغل نقدر نطبع برجلي مع الوقت مع الوقت مع الوقت. 2019 رجلي ضغوات بدات تموت لي، قلت واه مادام رجلي هذه لا ضغوات راهي تموت ما نقدرش نوقف. مي بنص ساعه نطيح في القاع، بداتني بنص ساعه نص ساعه نطيح في القاع نصحى نقول كما نوقعتش نطيح. درت لي يا رب درت لي انا بدا لي بان لي المشكل في ظهري. نشرب دواء باش نرقد باش نضر هذيك شويه، لازم نشرب دواء سولاج شويه ظهري سولاجمون. دوك على كل واحد دواء راه نقص عليه ما يدير لي والو. دي فان نوض ظهري بلوكي يديا بلوكيين نقدر ندير والو. نشرب دواء باش نعاود نسولاجي. نهار كامل وانا مكسله حد حاشاك لي تواليت ولا نروح الكوزينه كش ما ناكل نعاود نولي نتكسل. سينو نوقف هذيك 25 دقيقة بالوقت نولي نرعش. وهاد العملية خلاص لحقت بين نهاية المطاف بلي لازم نديرها، والصبت شكون يديرها لي وهنا في الجزائر بسبعين مليون وأنا لا حول ولا قوة ولا بونسيون تاعي مليون وميتين. ظهري مشوه هاديك هنا وناه مقطع هنا حيت قطع ظهري هاوليك نخع الشوكي ويسرح لي العروق تاع ظهري وعندي لاسكوليوز عوجات في العمود الفقري.
الحمد لله يا ربي على كل حال، الحمد لله شد في ربي سبحانه، الحمد لله يا ربي. الصحة راني نعاني، نوقف ندوغ، ضيق فيا النفس، نوقد معدبة، راني نعاني في صمت، ما نقدر نوقف، ما نقدر نمشي، ما نقدر نقعد، يضيق فيا النفس، يدي تبلوكاو، داري تبلوكاو، رجلي يموتوا. بالوقت نمشي، بالوقت نقعد، بالوقت نمشي، بالوقت نوقف، بالوقت 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة، كل يوم تنقص هذاك الدقائق هذو، كل يوم ينقصوا. ولازم ندير العملية في أقرب وقت ممكن، لازم، مش حابة نقعد على كرسي متحرك. وضعية نعيمة المرضية تتأزم أكثر فأكثر، فقد تصل بها إلى أن تصبح مقعدة، والأمل، كل الأمل على المحسنين ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتها بعدما ذاقت بها كل السبل، وهي تترجى أهل الخير والإحسان لإنقاذها. فاسمع قول الباري فاستبق. إذن تابعنا حالة نعيمة مع الزميلة نورية مشيش. كسر يسبب لها خطر الإعاقة الدائمة دكتور موسى قوادر، إن لم يعني تتدارك وتسارع إلى العملية اللي راهي داخل الوطن إن شاء الله بقيمة 70 مليون سنتيم. هي على كل حال العملية نبدأ بالأخر. نعم. العملية تندار هنا في الجزائر بسبعين مليون، ماشي حاجة كبيرة بالنسبة للنتيجة اللي راحت يعني تديها هذه. نعم. الأخت هذه، لأن الحياة نتاعها درك راهي جحيم على كل حال. المضاعفات اللي وقعوا لها في العمود الفقري، أولا راهم دايرين لها إعاقة، ثانيا لو كان ما تقدرش دير العملية، وهدرت عليها في الريبورتاج، لو كان ما تقدرش دير العملية في أقرب وقت، حتى هاد المضاعفات راح يتفاقموا وراح يديروا حتى مضاعفات واحدة أخرى اللي تقدر تؤدي إلى الشلل تاع رجلين، ولا حتى يعني مضاعفات على مستوى عافاكم الله الجهاز البولي، لأن الأعصاب اللي يخرجوا من العمود الفقري في هذه الحالة هذه يكون عندهم ضغط وما يقوموش بالدور تاعهم عافاكم الله، حتى من بعد واللي حتى التحكم في البول تاعها ولا. نعم. ما يقدرش يكون، ويكونوا يعني جحيم اكثر من هذا اللي راهي فيه. والحل على كل حال بيد الله، ولكن العمليه متوفره وقيمه ماهيش يعني كبيره بزاف. هاي تكلمت هي على الحاله نتاعها، وشفنا الحاله نتاعها، اولا الالام، ثانيا يوقع لها يعني صعوبه حتى في المشي ولا في الجلوس ولا في العمل تاعها اليومي، وهذا الشيء هذا كامل لو كان ما ديرش العمليه، لان العمود الفقري اولا بالنسبه للانسان كي كل ما يتقدم في السن رايح تقيسوا هشاشه العظام، وهشاشه العظام هذه رايحه تزيد تاثر سلبا. نعم. على المرض اللي راهي فيه، ولهذا العمليه نتاعها يعني نقدر نقولوا مستعجله وواجبه عليها باش ديرها، باش على الاقل تولي تعيش، ولا كما قال الاخ غرطه قبيل تقول المعاناه نتاعها اقل من الشيء اللي راهي فيه، وتكون عندها عيشه كريمه ان شاء الله. ان شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد الحليم. نعم. لما نشوفوا هذه الحالات نتكلموا على الصحة ونعمة العافية ونعمة الصحة، ولهذا نعم. قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. نعم. والنبي من حديث عبد الله، صاحب الصحة يزكي من صحتنا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس قال اغتنم خمسا قبل خمس، من جملة الخمسة قال صحتك قبل مرضك. والنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى يوعينا إلى قيمة الصحة قال عليه الصلاة والسلام من أصبح معافا في جسده آمنا في صربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لهذا دينار وقاية خير من قنطار علاج. نقول للشعب الجزائري، نقول كل واحد يسمعنا، نقول ونذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. يكفي أن لما نتكلم على الصدقة، الله عز وجل قال: وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يكفي لما نتكلم عن الصدقة أن الله عز وجل أعظم لها الأجر، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على الصدقة: يستظل المؤمن يوم القيامة من ذلك اليوم الذي تدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، ذلك اليوم اللي ربي عز وجل بمعنى قال: ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. قال: يستظل المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم يوم لا ظل إلا ظله. فاذكر من جملة السبعة رجل متصدق، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تقي مصارع السوء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطرح عليه سؤال عجيب، يشكو هذا الرجل، قال له: أشكو من قساوة قلبي ومن تعثر حالي، بمعنى حياة الحاجة اللي ديرها تتعثر، حاجة اللي ديرها تتعثر. النبي وجه توجيه عجيب ووجه توجيه غريب عليه الصلاة، قال له النبي، قال له: إذا أحببت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك شي لك ما تمنيها، طبيعة الإنسان أنه يتمنى. الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أم للإنسان ما تمنى. قال له: إذا أحببت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك شي لك ما تمني في حياتك، قال له: أطعم يتيما وامسح على رأسه، يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. ولهذا احنا أم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن جملة الناس اللي أمرنا أن نرحمهم هؤلاء أصحاب الأمراض. ولهذا النبي قال عليه الصلاة والسلام قال: إنما، يقول في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن توضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يقطع النهار مصرا في معصيتي، ورحم المسكين والمصاب وابن السبيل. ولهذا احنا أم التكافل، أم إن شاء الله تعالى تظهر في الصعاب وتظهر في الشدائد بإذن الله. نقول كل إنسان يقدر ينفق. العجيب في صورة الطلاق بمعنى موش لازم يكون عندك 100 مليار باش تنفق، أبدا. الله عز وجل في صورة الطلاق يقولنا: لو في ضيق ولو في شدة واللي هو فقير قلنا ينفق. ولهذا قال سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرتين، فبمعنى اللي ينفق ذو ساعتين من ساعتي، معنى هو في ضيق، بمعنى من أسباب الفرج، من أسباب أن الله يرزقه سبحانه وتعالى الإنفاق. شيء عجيب. ولهذا قال في صوت السبع قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بمعنى لو كان تبعوا سياق الآلة جي وهو على كل شيء قدير، على ربي عز وجل قلنا وهو خير الرازقين، بمعنى أن هذا المال مال الله، وهو الذي رزقك وهو الذي وهبك وهو الذي أعطاك. ولهذا يقول لك وهو خير الرازقين. ولهذا قال نفس صوت الحديد قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تخليفة، بمعنى ربي وهبك هذا المال ويشوفك، يشوفك تنفق ولا تحجم، تنفق ولا تبخل. ربي عز وجل في آية عظيمة وآية رائعة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، بمعنى هذه الأخت، هذو أصحاب الأمراض، هذو أصحاب الحاجات، خوتنا في غزة، بمعنى هم في ضيق وهم في كرب وهم في محنة، هذو الأيتام أصحاب السرطان، بمعنى دفعتهم الحاجة لذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: هاي جاتك فرصة باش تدخل للجنة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الله فيك، شكرا جزيلا. اتصلت محسنة قدمت زوج ملايين خونا وحيد من أجل إجراء العملية، أيضا محسن آخر بقيمة زوج ملايين سنتيم، هكذا نكون في حوالي 5 ملايين إن شاء الله تبارك وتعالى من مجموع 150 مليون سنتيم، إضافة إلى المساعدة التي وعد بها الأخ المحسن من غليزان. الأخ وحيد تظهر إن شاء الله الأرقام
والحساب الجاري له إن شاء الله تبارك وتعالى مازال فيه متسع من الوقت. نسمع إن شاء الله اتصالات الإخوة والأخوات ومشاركتهم إن شاء الله في مساعدة وحيد أو مساعدة كذلك نعيمة اللي تحتاج عملية بقيمة 70 مليون سنتيم بسبب هذا الكسر الذي في ظهرها، وإن طال بها الأمد ممكن أنها لا تنجح هذه العملية لا قدر الله، فحالتها مستعجلة. فنرجو منكم إخواني أخواتي الالتفاف حول هذه الحالات إن شاء الله وتنفيس كربتهم. دائما استقبل اتصالاتكم ومكالماتكم على الأرقام الهاتفية للبرنامج 021-39-43-43 أو 021-37-42-87. دكتور لكل حال نعم. حصة واستبقوا الخيرات، احنا دائما استبقوا شكون يدير الخير قبل من الآخر إن شاء الله، فاستبقوا ربي يقول وسارعوا سارعوا، احنا نحطوا خوتنا باش نسارعوا معهم يسارعوا معنا باش نعاونوا هاد الناس ونفرجوا الكروبات نتاعهم، وحتى في سواء في إطار المرض ولا في إطار العمل تاع كما تاع الجمعيات، إفطار الصائمين، إطعام الطعام، كسوة العيد، إيواء مرضى السرطان، وإعانة كل محتاج كما تفضل الشيخ. العمل الخيري كبير بزاف والعمل الخيري متنوع، وكل إنسان يحاول يعني يدير الشيء اللي يقدر عليه. احنا في الحصة هذه ما نقولوش واحد مثلا بالنسبة للوحيد اللي راه معنا، ما نقولوش واحد قال سلك له العملية، ولكن قطر على قطرة تولي غدير، دونك كل واحد يعاون بالشيء اللي يقدر عليه، سواء في الحالة تاع وحيد ولا الحالة تاع الأخت نعيمة ولا في الحالات الأخرى اللي رانا كنا نتكلموا عليها. وحصة فاستبقوا الخيرات دائما الدعم هذه الجمعيات اللي ثبتوا العمل تاعهم في الميدان وثبتوا النجاعة تاعهم، و مثلا الجمعية هذه اللي راهي معنا اللي ابدعت حتى في فعل الخير، يعني نعم. وصلنا ماشي غير برك نديروا الخير ولكن نديروه بطريقة مهنية وطريقة يعني اللي تحافظ على الكرامة نتاع هذاك الفقير هذاك اليتيم وهذيك الأرملة. ودائما انا 10 سنين وانا في الحصة هذه نقول الشيء اللي نقدموه في حصة فاستبقوا الخيرات ما هو إلا نموذج لكل إنسان يقدر يديره في البيت نتاعو في الحي نتاعو في العمل نتاعو، باش نتعاونوا وباش كما قلنا سارعوا إلى فعل الخير إن شاء الله. نعيمة بودان يعني الحمد لله تم التبرع لها بقيمة 10 ملايين سنتيم ما شاء الله الحمد لله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم رجل دخل الجنة في غصن شجرة قال والله لأنحينه عن المسلمين فدخل به الجنة. صح. غصن شجرة وكما تفضلت هذك الصدقة الراقية وهذك المعاملة الراقية مع الأيتام. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لما تقدم الصدقة دلها ريحة دلها طيب. لما سئلت عن سببي قالت إنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد ذلك اليتيم أو ذلك المسكين أو ذلك المحتاج. صح. تقع في يد الله، ولهذا أنت تقدم لله. ولهذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد كمل إيمانه. ولهذا هنا تبان معادن أهل الإيمان إن شاء الله تعالى إن شاء الله. هنا وحيد محسن من فرنسا 100 أورو إن شاء الله، المبلغ يقترب إلى 10 ملايين سنتيم. محسنة كذلك من فرنسا شيخنا عبد الحليم تقول أنها تنوي يعني إن شاء الله تهبط في العطلة بشهر رمضان إن شاء الله. وتتكفل ببعض الحالات، دعاءها ورجاءها بالذرية إن شاء الله ربي يرزقها. اللهم كما رزقت الخليل اللهم ارزقها، وكما رزقت زكريا عليه السلام اللهم ارزقها ذرية طيبة إن شاء الله تعالى. تكفلت بحالة وحيد، قالت النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة إن شاء الله تعالى بهذه الصدقة بحول الله عز وجل إن شاء الله في عاجلا غير آجل تكون عندك ذرية طيبة إن شاء الله تعالى إن شاء الله يا رب العالمين. وكل إخواننا
اللي في قلبه حاجة من الخير بلغ الله إياه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا نذكر بحملات البرنامج التي أطلقها حملة الوعد المفعول لجمعية البركة لإغاثة إخواننا بقطاع غزة وتقديم الأكل والشرب لهم، وكذلك الخيام أيضا لأن حاجتهم للخيام كحاجتهم للأكل والشرب. الآن الخيمة أصبحت ضرورة جدا لهم في إيوائهم ودفع ما يجدونه من البرد وغير ذلك. حملة قفة رمضان إن شاء الله مع جمعية كافل اليتيم الوطنية أو جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بعين طايا. الأرقام سواء الحسابات الجارية أو أرقام الهواتف للتواصل مع الجمعيات إن شاء الله تبارك وتعالى، وأيضا ما عرضه أخونا يغرطة من الأعمال التي سيقومون بها وهم عاكفون عليها الآن إن شاء الله، من مشروع الكسوة إلى إفطار ذوي الهمم ورعاية مرضى السرطان. دائما رقم الجمعية أو مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية يظهر لكم أدنى الشاشة. والحديث حديث مناسبة شيخ عبد الحليم، لنا في إطعام الطعام له فضيلة كبرى، وكان السلف رضي الله عنهم قبل مجيء رمضان يخرجون الطعام حتى يتقوى به الفقير على أداء هذه العبادة العظيمة، ولهذا من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. ولهذا الله عز وجل لما تكلم عن صفات أهل الجنة قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أسباب دخول الجنة قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ولهذا إطعام الطعام في بمعنى فضل عظيم. الحديث الذي ذكرناه آنفا، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولهذا قيل أن رجلا من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا بلال، كان يحتضر بعث سيدنا بلال باش يلقن الشهادة. الرجل كان يقول ثلاث كلمات عجيبة، كان يقول يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا. رجع سيدنا بلال إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا أقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول ثلاث كلمات ما فهمت. النبي ذهب لي قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها الرجل. الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله لماذا كان يقول يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا. قال أما قوله يا ليته كان بعيدا فلقد أراه الله ثواب ذهابه إلى المسجد، فتمنى وكان جارا للمسجد فتمنى تلك اللحظة أن يكون المسجد بعيدا عنه وأبعد عن بيته. الأمر الثاني قال ذهب يا ليته كان كاملا، ذهب إلى السوق اشترى رغيفا. شكرا. نصل إلى الختام ومعدل المقاطعة أستاذ عبد الحليم، شكرا لكل ضيوفنا الكرام كل فريق العمل، في أمان الله الأسبوع القادم بحول الله نلقاكم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات من يصنع يوم